ضهري. ربنا ينتهيك بالسلامه يا ست هاني. خلف الصالح يا ست مشير. يلا يا ابني وسط. متشكره قوي يا جماعه. من هنا بس خلاص شكرا. عماد اديهم حاجه. حاضر يا مشير حاضر. شكرا يا اخوانا وانا راجع بقى يا مشير. مشيرة مشيرة يا عماد بروح فين دول؟ مبروك يا جماعة ولد. متشكرة أوي يا دكتور. متشكرة أوي. ألف ألف مبروك يا مشير. وشك حلو يا دكتور حقيقي. ده أحلى خبر سمعته في حياتي. طلبة لو عرف هيفرح أوي. أهو طلبة أهو. إيه يا طلبة بيه؟ إيه يا عماد؟ رحت فين؟ انا مع مشير هنا في المستشفى. هات معاك اهي. الو ايوه يا طلبه. بتكلم الواد ده ليه؟ مش تكلمني انا. مبروك اولجا حامل في ولد. بقول لك ايه؟ انت لازم تتبع عجل ولا اتنين عشان خاطر العين وتفرقهم على اهل البلد. حاضر حاضر. دي الحكايه المهببه دي. قال يا بربي في غير ولده يا بني في غير ملكك. شايرة معاها الحكاية دي آخرتها منيلة بنيلة. وكل يوم بيعدي الموضوع بيتأزم أكتر ويتأندل على عين. لازم نلاقي حل. لازم. اللغة العربية من أعظم لغات العالم. غير انه لغة القرآن الكريم هي كمان لغة الغزل والشعر والحب. وساعات الغرب بيتهم الراجل العربي انه بيتعامل بجفاء مع المرأة. اقول لهم لا، تعال يا امريكي، تعال يا انجلتري، تعالوا يا فرنسويين، شوفوا دواوين الشعر العربي هتلاقوها ملياني بملايين الابيات اللي بتتغزل في المرء. حبوا اللغه العربيه، حبوها، اتبحروا فيه، هتلاقوا عجب العجاب. دي مجله طلعت سنه 1926. شوفوا مين نجم الغلاف وفتى الاحلام. عميد الادب العربي الدكتور طه حسين. ونعم فتى الاحلام. لو دي بقى فتى احلامنا الامه ده هي هتنهض نهوض غير عادي غير عادي. يا بنت يا صفاء ايه مالك يا بنتي؟ تعيطي ولا ايه؟ مفيش يا استاذ رمضان. دي حكايتك يا بنتي لانك ثلاث حصص مش عجباني. من زاوية على طول وعياط عياط. طب يا بنت تكوني عامله عندي اني؟ لا والله يا استاذ رمضان. امال في ايه؟ اصلا هسيب المدرسه وكان نفسي اكمل تعليمي قوي. سيبي المدرسه؟ ليه يا اختي؟ ياكش هيودوك انت كمان على فرنسي. لا اصلا هينكتب كتابي. ينكتب ايه؟ الله يخرب بيتك، ده انت ما تمتيش 15 سنه. اهو دي اللي حصل. وامتى كتب الكتاب المنايل ده هو؟ يوم الخميس الجاي. حلو قوي حلو قوي. ومين الجحش ابن الحيوان اللي هيجي يضيع مستقبلك دون ويتجوزك؟ واحد كبير كده صاحب ابوي. اسمه ايه؟ اسمه دهشان. دهشان؟ ويا بنت يكون دهشان عمدة 100 باريس. ايوه انت تعرفه؟ اعرفه، ده حمايه. ابوس ايدك ابوس ايدك يا استاذ رمضان، تكلمه يصرف نظر على الموضوع. ما تقلقيش خالص، ده بقول لك دي حمايه هو اساسا شخصيه تافهه وانا بديله بالجزمه هو وبنتي. انا هخلص لك الموضوع ده هون ويحصل اللي يحصل، بس اهم حاجه عايزك تنتبهي لدروسك، فاهم ولا لأ؟